اتجوزتي احمد رمزي 18 يوم وانفصلتوا ليه؟ لاني انا كنت سافرت بعد جوازي ب 10 ايام كده ورجعت تاني لقيته رجع لمراته وبنته وبيحب بنته باكينام، واحمد رمزي من احسن الناس واحلى الشخصيات اللي قابلتها في حياتي، وفضلت لانه ينتمي لاسرته ولسه احنا ما عملناش حاجه في حياتنا فممكن ننفصل بسهوله. السر اللي حير الملايين زواج السندريلا سعاد حسني والفنان عبد الحليم حافظ، تعرفي عنه ايه؟ اعرف انهم ما اتجوزوش، لكن لو في حد بيعرف حاجه اعمق من كده ما اعرفش، الله اعلم، لكن انا اللي شفته واللي عاشرته معاهم ما لا 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 ما اتجوزوش. طب كان في قصه حب؟ كان في قصه حب بس مش قويه قوي. فضلت كام سنه تقريبا؟ فضلت كتير، فضلت يمكن 20 سنة يمكن أكتر، مش عارف. 20 سنة قصة حب مش قوية؟ كنا أصحاب يعني، أنا اشتغلت مع سعاد فيلمين، عبد الحليم كان صديقي قوي 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 قوي، ما فيش حفلة من غيري كان مسميني الفسوخة بتاعته، أنا والمسية، ويعني لكن انتي مش عارفه قصه جوازه؟ لا، ما مش متاكده من ده وما شفتوش وما عشتوش يعني. طبعا لو كانت مراته كنت قابلتها عنده في البيت، كنت اروح انا وسامي وانا يعني واسرتي ومتغدى عنده، وكان يحب الخبيزه دايما وانا بحب الخبيزه قوي، فكان دايما يعمل لنا خبيزه عنده حاجات كده. لا ما شفتش.